اليوم بنجرب باسكن روبنز. يلا بينا. يعطيكم العافية. صار نقاش بيني وبين بوليد اليوم على أفضل نكهات باسكن روبنز والنكهات الناس اللي تحبها. فراح نسوي اليوم تجربة غريبة مع باسكن روبنز. الحلقة مو برعاية باسكن روبنز، لا دافعين لنا شيء، بس هذا بيني وبين بوليد، وبنشوف رأي الكيلة ويانا اللي جربوا باسكن روبنز مختلف أنحاء المعمورة. حلوة المعمورة أتوقع، صح؟ مستانس أنت اليوم. اليوم بنجرب باسكن روبنز وبنحط ترتيبنا. أنا بحط قائمتي وبوليد بحط قائمته، ونشوف من اللي يصوت وياي منو يصوت ويا بوليد، لأن الموضوع حساس صار خلاص. في تحدي محترم وبوليد راح يكلمنا اليوم. أخيرا راح يكلمنا. يتواضع؟ شنو التواضع؟ تكلمنا بحلقة لا إله إلا الله. اليوم بوليد راح يكلمنا ويتفاعل ويانا ويأكشن ويانا. المهم بوليد راح يكلمنا عن باسكن روبنز وتجاربه مع باسكن روبنز. حلوين، نبلش الحلقة قبل يذوب. يلا بينا. ملاحظة يا جماعة، اللي عنده قائمته الخاصة باسكن روبنز أو خلطته الخاصة باسكن روبنز يحطها. احنا اليوم نتكلم عن النكهات العادية من غير أي إضافات. الا فوز عليه، الا فوز عليه. كومنتاتكم ها، الله الله. شيرات 1 2 3 4 5. حلقه راح يصير فيها دم اليوم. حلوين. اول اختيار عندنا اوريو كريم اند كوكيز، شغله كذي اسمه، هذا هو لاصطلاح الناس تقول عنه اوريو. وعندنا التشيز كيك. تشيز كيك يا جماعه معروف، ستروبري تشيز كيك، في قطع كيك داخل. الرينبو الاسطوره، طبعا صورة باسكن روبنز. وعندنا شوكولات موس الكينج. الكينج ها، الكينج ماشي. وعندنا كوتن كاندي. ايوه حلوين. هذه تجاربنا لليوم، وهذه المكسات اللي اخترناها. احتمال نسوي اكثر من تجربة ويا بعض، وفي وايد تجارب للأمانة صارت بقناة الاكيل كان فيها شد وجذب بيني وبينه. فهذه اول تجربة حق بوليد وياي، وتقييمه كل واحد يحط قائمته حق المجموعة اللي يحبها. إذا حسيت إن القفشة لازم تتغير قول لي. ها، رقم واحد اللي ثابت من غير ما أقوله شنو هو؟ طبعا شوكولات موس. راح أبلش وياه وكل واحد راح يحط قائمته. الله يعينك. يلا طق. بسم الله. برد كاكاو، في حبات كاكاو، انا ما اشوف فيه ميزه. اقوى كاكاو انا ما اشوف فيه ميزه. كيف هو؟ كيف نمبر 1؟ حلو حلو حلو. انا ما اشوف فيه ميزه صراحه ما اشوف فيه ميزه. طقه ثانيه ما يتنحب. على كلامك كل ما يروح باسكن روبنز يختار هذا ويهد هذوله. هذا اول واحد. للحين عندك رقم واحد. انا الحين رقم واحد بما اني ما جرب شيء ثاني. نروح اللي بعده. تشيز كيك. تشيز كيك يا جماعه يلا اديله. ستروبري تشيز كيك. الاختراع عبقري عبقري. انا مو رقم واحد عندي، بس ضروري يكون بالمكس مالي. برد طعمه تشيز كيك وايد تحس طعمه تشيز، وبنفس الوقت هم حاطين لك قطع تشيكن ما يدرون نص الخلطه، وفي مثل تصير فراوله. فهذه الخلطه كلها انا اقول اللي سواه عبقري، بس مو احسن واحد عندي. تفضل. لذيذ وحالي وايد. حلو. وبعد حلو. كم ترتيبه؟ لا الحين نمبر 2. انا عندي هذا حاليا نمبر 1 شوكليت موس، نمبر 2 نشيلهم هذول شوي على كثر. دش على الكينج. اوريو اللي هو شوكليت كوكيز، مش عارف ايش هو اوريو، بس باختصار دوس. قول لي شوكليت موس يا رجل.
ابداع. نمبر 1 عندي انا نمبر 1 تراجع. يمديك تتراجع عن قرارك. هذا 2 يا بوليد. هذا عندك رقم 2 وهذا رقم 1 وهذا رقم 3. انا شفت كذي للحين. هذا رقم 1 2 3 حلوين. نروح على اللي بعده. هذا الرينبو. الرينبو خلطة الرينبو المعروفة من باسكر روبنز. معروفة طبعا وايد معروفة. اي واحد كلم الباسكر روبنز من قبل عارف هذا طبعا. اللي يضيح بغرامة ما يقدر يهده انا متأكد منه. جرب. معزز النكهة جي وايد وايد وتحس انه فيه رينبو. رينبو حلاو حلاو وايد حلاو. ذكرني ب سوبر جيلي سوبر بوبو شي. اعطيك شلون شي شكر وايد هجوم على اطفال كذا احس. حلوين تصنيفك الحين. هذا واحد. شنو اثنين؟ هذا واحد الحين. كوكيز. اثنين. رينبو. ثلاثه. اربعه. انا تصنيفي على تصنيفي كوكيز تشيز كيك رينبو موس. خلينا نشوف الحين. الموضوع صار في تحدي خلاص يعني. عشان نحل الموضوع هذا قلنا نطلب. هذا وين؟ وشوكولت موس وين؟ كوتن كاندي. حرفين قاعد تاكلون كوتن كاندي. كوتن قطن. ايه قطن. قطن اخاف. قطن. الله يسامحك الجو للحين مو دافي. اليوم حر. اليوم شوي في حر بس عاد ما ناكل برد اليوم. قائمة بوليد. رشح يلا. راح احطهم قدام الناس. موس. الكينج يظل كينج. هذا رقم واحد. اثنين. رينبو. كوكي. تشيز كيك. يا جماعة هذا اختيار بوليد. اللي يتفقوا يا يكتب انا متفق ويا بوليد. اختياري انا. اختياري انا. كوكيز. تشيز كيك. كوتن كاندي. رينبو. شوكولت موز. شيلو شيلو من الحسبة. شيلو لا أحد يأكل. أنا مع إني أحب الكاكاو وايد خصوصا بالآيس كريم بس هذا وايد عادي يعني. وايد عادي وايد كليت أحلى منه بس هو عنده رام واحد. رام واحد. أنا هذول بس اللي بيطلب في حال يعني يبي يأخذ نصيحتي. واحد اثنين ثلاث أربعة. تبي تمكس سو كذي. هذول الاثنين ويا بعض. هذول الاثنين ويا بعض إذا تمكس. هذا اختيارنا اليوم. والناس شنو اختيارهم بوليد؟ لازم يكتب. يكتبوا لنا بالكومنتات تحت اختياراتهم وتصنيفاتهم وممكن يشاركون ويانا الصور بالانستغرام. اكيد ما ننسى دعمكم على الانستغرام وحسابنا هني بالكيل شيرات. ها الله الله قناه الكيل والحساب. هذه اختياراتي وهذه اختيارات بوليد. ما نمل عليكم اي شيء. هذا راينا وهذا تقييم الشخصي. في النهايه ايش نقول؟ فم الله. السلام عليكم. احد ياكل هذا؟ هذا هذا كينج. اروح حلويات الفارس قبل هذا البرد. ابرك من هذا. بكداش ولا افضل. اروح حق التركي يسوي لك كذي فيها ولا اروح حق هذا. سلام.